السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات سينما 4D والخاصة بالداينامكس. يمكن النهاردة درسنا سريع شوية لكن ممتع إلى حد ما. هنتكلم على إزاي هنعمل أحد الأيدنس الخاصة بقناة MBC2، هو عبارة عن تومورو اللي هنشوفه مع بعض دوت. زي ما انتم شايفين في شغل حلو جدا بالبريكنج او التكسير بتاع الداينامكس، في شغل حلو قوي بالتريسر اوبجكت، يعني هيبقى فيه متعه جميله جدا وان شاء الله يا رب يعجبكم باذن الله. اشوفكم ان شاء الله في اول جزء في المحاضره. شكرا لكم، كان معكم مهندس احمد الرحمن رياض، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.